يا هلا والله، كيف حالكم؟ عساكم بخير. معكم حسام وخلونا نسلك من لعبة فان فات 6 في مالتي بلاير اكسبانشن كومبرات. و اللي صار في الحلقات السابقة، شكلت اللاعب وانا عرفت انا مين وفي الرايح، اني كينجز ليف، وتقدمنا الى الامام وفعلنا يعني طاقات لاست لام، ولعبت مهمات جانبية، ولحصلت ناس كده يلعبوا اونلاين وزي كده لعبت معاهم. فايش اللي صار؟ قدرت افعل كهربات كثيرة ومن هالكلام، وطلبوا مني اسوي مهمات فرعية. فالان انا قاعد اقابل ارانية، قلت ما بفوت هذا الشيء، لا بصور. كنت جالس اقوي اللاعب لكن حطيت في هذا الموقف، فقلت حرام يضيع علي. وفكوا هذا، لا تنسى اللايك، واذا تبي تعرف طريقة شرح تحميل لعبة الاونلاين يعني بشكل عام، لا تنسى تشوف الفيديو، هو في خانة الوصف الرابط، وان شاء الله راح تستانس معانا في التختيم. وخلوا الناس تنبسط معانا وانبسطوا يا عيال، ترى هنا في معركة دموية، انا ماني داري ايش السالفة، بس جالس اضارب مع ارانية. اوكي يلا يا حلوين، خلوا العبوا. وش هذا قاعد يطيح؟ اوكي ها والله جالس اتضارب وماني عارف اصلا ايش الهرجة. اوكي لوستروم قاعدة تتحرر، اخيرا خرجت من الزوق اللي انا كنت فيه. وبس حاليا الليل. اوكي تعالوا ندعس على الارانية، تعالي معايا. والله لاعب حقي صار قوي شوية، عنده مهارات دموية. المهم الضرب هذا مستمر بلا حدود، اللاعب حقي لا يزال ضعيف، يعني ليفلي 5 لكن شاد حيلي شوية. وكمان حررنا واحد من السيوف الملكية، و اذا استخدمته يعني يضعفني، وزي ما تعرفين في التختيم. فبلا بلا بلا قاعد اتكلم بسرعه، خليني اهدي شويه كده واشرب لي عصير بتشيخ وننبسط. اوكي انا شايف زحمه ما لها داعي ولا ايه يا جماعه؟ خلوا الناس تترفس شويه. ايش هذا؟ اوه يا عيال ما يصير والله. Alright baby, I know that. Be careful from now on. I'm here. يلا جلد والله بلا حدود. انا مش عارف قاعد العب غميضة معاكم ولا بيت بيوت ولا دقيقة، خلنا اوطي الصوت لانه في صراع هنا دموي، والصوت عالي شوية. اوكي وطينا صوت اللعبة شوية، حنرجع نعليه بس بعد شوية. اوف في جلد. هيل بيت اب. اوه شيت. طيب انا نفسي اعرف ايش هذا. في لحمه، لحمه. I got the smell. ميت ها، ميت ميل، وجبه ميت لحم، وميت كمان معنى ثاني انه مقابله وليس ديت. ديت موعد، موعد يعني في موعد غرامي، في موعد يعني توقيت والى اخر. فارانية كويس انك معايا، نديت مع بعض هنا في معركة مدري ايش سالفتها. اوكي في هذا، ايش هذا الاخضر؟ ذات ويتش درو اوف ذا ديمونز. تعال يلا جل 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 جل، انا اللي لازم اقتل. اوكي اوكي يو نو اي ام امبرسين. انت متفاجئه باداء العالي كما تعلمين يا ارانيه، الجرافيكس خرافي اخيرا راحت الغبره. يا الله يا الله يا الله، اي كانت بليف ذس جايز، اي كانت بليف ذس صراحه. جاء الاونلاين في وقته، انا بحاول العب اختم اللعبه بسرعه علشان مونستر اوف ذا ديف فانتسي قرب ينزل، فخليني احاول الحق واخلص الاونلاين قبل يعني حلعب اخيرا فاينل فانتسي اكس في بالفي ار، وهذا كان سبب شرائي للفي ار. اوكي صح اني لعبت يعني ريزنت ايفل والعاب ثانيه كثيره بالفي ار، لكن برضو كان اهتمامي الاكبر في فاينل فانتسي اكس في وارانيه. لا 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 استني، لسه ما شربنا قهوه. ارانيه جود لك مين؟ أرانية لا، أمزز واحدة في القصة. أرانية في الرائحة. أوف علقت. تبي تخرجي ولا تبي تسقري؟ أوهو أرانية كيف حالنا وقتس ها؟
أباك تسلمي لي عليه وتقولي له لا تنساني تكفى، نويت أتكي 10 سنوات في الكريستال مراعاتي لشعوره. أتمنى أني أخليك تتكي مع لونة ساعة واحدة على الأقل، بس ما في أمل. في هذه اللحظة لونة فري انتهت. أوكي، جاء أوردين إزونيا أخذ جثة لونة ونوكتس مغمى عليه وراح علقها في إنسومنيا. مسكينة لونة فري. تعال انت. واتساب. يلا حان الوقت لتغيير الشورت. قلت باي ناو، انت تطرديني ولا ايش؟ قلت حيا حيهم. انا اشوف ايش الميزانية اللي عندي. الميزانية ابا اشتري هذا ولا عندم. يابا ما في ندم مع هذه الاشكال، خلينا ننبسط واشيل الجزمة. واو، شرط بعدين لحقين عليه، باقي لحقين على الرحرحة. كاجوال اوكي. واو في جينز، ماني قادر اصبر. ابا بيع شي ما استفيد منه، بس ما عندي ميزانية. شنبا واو هذا زيادة طوام. لا خلاص خلينا اجل نلعب على الخفيف، لاحقين على الجنز وتظبيطات معينة. طيب لو ملابس انثوية برضو يمديني؟ خلينا اوريكم يعني الشخصية الانثوية عادي، ما حناخد وقت كلها دقيقة كذا وننبسط بالانثى. يعني كان البارتي عبارة عن عيال وشاكين في البداية، اول ما شفت نوكتس وبرومتو وإغنيس حسبتهم جايز، بس بعدين عرفت انهم يعني رجال وكويسين، فقلت اوف اول لعبة فان فانتسي ما فيها يعني انثى بطلة. سيبكم من ارانية وإيريس، مسحوب عليهم يعني بحكم انهم شخصيات فرعية تضيف نكهة معينة للقصة، يساعدونك يدردشون معاك. اعتذر على العطلة الفني، فقلنا نجرب يعني الشخصية النسائية كذا، شوفوا كيف شكلها. موز يبالها كذا شوية تغييرات، تكون كأنها لونة وكذا تغير شكلها شوية كمان تصير ستيلا، يعني في النهاية نفس الجرافيكس. فنرجع لحسام ونلبسه نفس اللبس. مع اني ما احب العب بالبنت. فكك عيال، ايش اللي تلعب ببنت؟ احنا صاحيين ولا في حلم ولا في علم ولا؟ فخلينا كذا ايش نسترخي ونهدى ونشرب عصير. تعديل. So guys، ادري اني كذا قطعت عن البنت وما كملت، لكن لظروف معينة خليها بعدين نتفاهم فيها. اما الان تالكوت. تالكوت وينك يا اخي؟ اكبر بسرعة عشان تقابلني، انا استناك في الكريستال. انا كيد سري. ليفل 4 اوكي، كويك بلاي، فيري ويل. شكرا، انا احب احتراماتك صراحة يا مونيكا، بس can I have your phone number because I want to speak with you before I sleep, you know, just something between us, you and me, no one need to know, okay, just between us. تقول لي لما تتخرج، تقول انت لسه كيد يا حبيبي. ما حنعيش ترى. الاونلاين اصلا حده 10 سنوات لين نوكتس يطلع من الحجر اللي هو فيه. كلهم ذكور، ما في اناث. شيت ما في اناث.
So yeah. هلا والله باللي جاء. يلا يا عيال بس دقيقة خلنا ناخذ لي قطعة من هنا. اح بقي هذا. يلا I got some rice. يلا مشينا. Let's do this. We did it. We can do it. Let's do this. يلا تحمسوا العيال علشان حنطب في مين في الأحصنة هذي اللي يعني برا الأسلم كده متكين برا عيني في عينك يركزون. اسمع لك احنا قربنا ترى للمشوار يعني والمشوار ما راح ينتهي لما يكون مع بعض وانا الصراحة استناك يعني بكامل صبري واخلاصي لك يا حبي انت وياه اني اشق قرنك واطلع من راسك كذا وحفر في ظهرك في النهاية غز على قلبك. يلا انا استناكم تعالوا يا بقرونة. يلا حس انكم اقوياء. اوح مستوى البطاري ضعيف. شاحن 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 انا الشاحن عيال. اوه شيت خلي البطاري ضعيف لين تطفي يمكن في وقت. واو جلد كم واحد فيهم هنا؟ يا ليتس دو ذيس. يلا يلا عيال شدوا الهمة قربنا ندعسهم. دوب 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 دوب. ادعس ادعس. واو 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 انا قاعد احمي مدري مين كثر طلع لنا ذا. اوف في مخلوقات جديدة طلعت. واو ورد داون بيبي. يا تعال وين شارد يا رمة استنى. يلا والله شارد انا ما حقعد اجري وراك ترى طول الوقت. ها اسحب عليه. تعال انت. يا اوف شبكوز دي من علمك هذه الحركات. واو تارجت لوست هيز اتش بي. مين معايا ومين ضدي انا ماني فاهم والله. الاحصنة دول اللي قاعد اترق عليهم معايا. اوكي مين مات هما. يا كويس اني فهمتها هي ما هي لحظة ندم للامانة فهمتها. اوكي اوكي طيب ما في عادة ولا حتطلعوني برا وحتعرف على ناس جدد مدري ايش حيصير فيلم. يا شيخ انتو حتضيعوا وقتي كذا. الله اي والله انطردنا انطردنا ما في ترررررررر. بس هذا اللودينج بصراحة جالس ياخذ من حلقتي والله. انا اعترض وبشدة يعني للأمانة. ليش طيب خليه يحمل بسرعة. ايش هذا ما عندكم فكرة كيف تحملون العابكم. يمكن في فكرة جديدة. كم فلوسي اصلا فلوس يا عيال كم مبين ولا انا ماني شايف. هذا مبشيله صراحة غاث اهلي. كيف اسوي له ازالة. اوكي تعال يا شايب اباك تطور لي اسلحتي. اباك تفلل ام القوة. ليفل 30 والله لا ليفل والله ما ورايا اي حاجه. حبيب قلبي طيب هذا خلاص تلفل مطرقه المعدنيه. كم حياخذ عشان ليفل. اوه شت فضحنا التروفي يا عم استر علينا. واحدة فيها مليانة. يلا ما لنا الذي مطرقة. هلا صراحة ما استخدمتها انا قبل كذا حتى هذه لسه. هذا اي مهم يعني شوية بس انه ليفل 20 درع.
والله صراحة يمكن احتاج الدفاع بعدين. انت لازم تكوني اهم حاجة السرعة القصوى يعني. اوكي 22 تمام التمام. طيب لسه ما خلصنا، كنا بس نحمي شوية. اها اوكي لا ما ينفع، لازم ازيد فل، احنا قد يا عيال. زبط زبط زبط، هذه انا كنت حاطها لجلاديو تخيلوا. اها خلاص تفللت ومرت على خير كده، دحين اقدر اسخط وانا مستريح، ما يهزك ريح. ماشي هرجع لكم بعدين. طيب الآن خليني أفكر فيها شوية. أنا ليه ضعيف عندي في ال اتش بي؟ فينو ال اتش بي عندي؟ مو مبين إلا 600. أوه هنركز فيها شوية، والله طلع مهم، بس أتنقص كل ما أضرب. أنا راجع نفسي كده مرة ثانية، كم عندي؟ كم عندي؟ 850. ويلكم يا ويلكم بيبي. لا ما تقدري تصدق يا عيال، أنا في المرحلة قصدي الحلقة اللي فاتت لعبت هذا المكان وفزت، لكن ما خزنت تخيلوا، فحلعب خلف الكواليس. أما الآن خليني أرجع وأساعد الأحصنة المسكينة البريئة اللي قعدت أحشها، وهي في النهاية أحصنة مسكينة بالمرة، حزنتني نفسي أبكي. يلا نستنى الشعب. أوكي وصلوا، ما خيبوا ظني، وصلت بسرعة للحلوين. كافو والله يا بعد عمري انت وياه. ننتظر. يلا يا عيال خليني اخذ لي انا كمان بضاعة زيكم. فيجز والله ما ادري ايش هذه. يلا حلوين شكلهم توام ذولي ولا ايش؟ صدفة حلوة خضراء وتين. طيب خلينا نشيك كذا عليهم. ما لحقت، انا اقوى واحد فيهم. واو حسيت مهايطي شوية. ها هذا واحد من اللي اونلاين قاعد يتكلم. او شيت طيب دقيقة خليني اجرب اسوي حركة كذا لئيمة شوية معاهم. ياو برو ياو واتساب لحظة يا برو يونا فايت برو. I need something. I want you to protect this horse, okay? I need you guys. Be careful from now on. وافصل السماعة. والله سمعني انخرش. دقيقة. السماعة ذي ايش تبغى ملصقة؟ ما شاء الله عليه شابك سماعتين. اها طيب التارجت لازم احميه من مين؟ من الجماجم هذولي. فينهم؟ وصلوا. لازم احمي البوابة جلد بلا حدود. اصبحت قويا الان،
لن يردعني أحد منكم. هيه وداعا. أنا أقوى واحد فيهم. يلا خلينا هايت شوية. واو 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 واو. الله داعس الحصان. اجلد 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 اجلد. الرحمة ممنوعة مع هذولي حيوانات المفترسة. ايش هذا؟ خص عندي منه. تعال يا حلو ابلعب معاك. اوف ول شفتك ترى. جلد في جلد. انا في ورطة جايز جايز. تبا لكم يا عيال. ما حد معايا. والله انتو فكك يا عيال. خليته يمشي. واو رحنا فيها يا عيال. والله انتو سايقينها. مات. كومبليت. اوكي والله حسبت انه الوضع مزري. مين انقذنا انت؟ يا لب قلبك يا شيخة. دقيقة. والله اسمك صعب شوية. بس ما شاء الله عليه حركات واسلحة حلوة. والله تبلي خمسة حيث ستة مستحيل. ما اتوقع. خلي الناس تنبسط. حيو. برضو حيو. طيب تعالي كلي معنا شيء يعني نقنقي. خذي الشيء على الخفيف يعني. ما تبي؟ في 60 داهية. اتشو. ليفلي حيزيد ولا زي ما هو؟ يا ليلة الإحراج. الله. اوكي في هذه الحالة راح انهي الحلقة كالمعتاد واقول لكم تصبحون على الف خير في حالة انكم تفرجوا الفيديو في الليل او في اي وقت وفي اي مكان وزمان. كم مدة الحلقة؟ والله ما ادري بس شكلها ما هي طويلة هذه المرة. فخليني ايش يعني قبل لا انهي الحلقة احب اذكركم باللايك يا جماعة. اللايك عشان اذا انت انبسطت من مقطعي راح يروح لغيري يعني. راح ينتشر الفيديو وغيرك ينبسط زي ما انت انبسطت يعني. خلي الناس تنبسط. ايش صار؟ دوبني وصلت. كويس اني ما نهيت الحلقة. كان حيفوتني الفيديو والله. كنت حزعل وحندم اني ما وريتكم التعليقة هذه او ايش صاير كذا على طول حطوني في الارض فجأة كذا لودينج. يا جماعة ايش علق الشريط ولا ايش؟ ها؟ واو شيء جديد. كلاديو. Suppose I ought to go pay Iris a visit now that I'm back in town. Gladio! وينك؟ Hey, أنا هنا. وينك يا مان؟ ما تشوفني أبلة؟ فينك طيب يا أخي؟ أقول لك إذا ما جيتني ترى هرجع. يا أخي أنا أدور عليك من أول. وينك؟
اقول على شحم ما تبى تيجي لف وجهك كذا وضفه بعيد. يا ابني اهدى، فينك يا اخي، ادور عليك من اول. شكلي بطلت انا ماشي يا عمي في 60 داهية، فينك يا اخي؟ حرام والله تسيبني كذا. ادور عليك في اللاسترام. ها وينك يا جلاديوس؟ الو 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 ناكتس. اي حسام وينك يا مان؟ انا موجود يا اخي، بس ليه تناديني نوكتس؟ شكلك مضيع. اوه يمديني اروح هناك. واو ماشي ماشي، بس اهم شيء انه جلاديو وصل. انا الان مبسوط، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما اضيع ولا فيديو او عفوا اي يعني اي لقطه مهمه فيها هذول العيال وكذا. فخلنا نشوف إغنيس كيف وضعه وكيف حاله والعيال. وهنا ايش 9000؟ اوف اوف انا مفلس. ها 7000، شكلنا مطولين يا عيال. Say hi to your pals. فينو؟ ها يا اوكي ان كان فينك يا جلاديو؟ ما ادري حتى صوتك راح كذا. فخلاص يلا لا تنسوا لايك وسبسكرايب ودعم القناة. كان معكم حسام، في امان الله.